من أجمل رجال الإسلام، فهو الأشبه بالملائكة. هو حبيب النبي وسفيره، حمل رسالة الإسلام لملوك وقادة وزعماء العالم، فارس من مدرسة النبوة، صاحب شخصية مميزة، محارب من المجاهدين المخلصين. لنا رواية اليوم مع الصحابي الجليل دحية ابن خليفة الكلبي شبيه جبريل. هو دحية ابن خليفة ابن مريء القيس ابن الخزرج ابن عوف الكلبي، صحابي جليل من الأنصار، أسلم قديما قبل غزوة بدر ولم يشهدها، ولكنه شهد مع النبي غزوة أحد وما بعدها. كان الصحابي الجليل يحب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان يرسل الهدايا إليه كثيرا حتى قبل أن يدخل في الإسلام. هل كان الصحابي الجليل دحية من السابقين الأولين المبكرين إلى الإسلام؟ كان دحية ابن خليفة الكلبي من السابقين إلى الإسلام، وفيه صفات عامة وصفات خاصة. جمع الله جل وعلا لهذا الصحابي الجليل صفات عظيمة جليلة قل ما توجد في غيره. فأول صفة من هذه الصفات العامة أنه كان من الأنصار، فهو جمع الله له الغنى والثراء، ومع ذلك كان كريما لم يكن شحيحا. جمع الله له جمال الصورة وجمال الهيئة وجمال المنظر وحسن الفعل، وجمع الله له جمال الروح، وجمع الله له أنه من السابقين إلى الإسلام، وجمع الله له ثقافة عالية لدرجة أنه كان يجيد لغات غير العربية. فهذه الصفات قلما تجدها في غير هذا الصحابي الجليل. كان دحية جميل الصورة والفعل، وكان جبريل عليه السلام ينزل في صورته، وقد رآه عدد من الصحابة وأمهات المؤمنين على هذه الصورة. لماذا أتى سيدنا جبريل عليه السلام في صورة الصحابي دحية؟ ذكرت كتب السير أن سيدنا دحية الكلبي رضي الله عنه والله كان جميل الصورة، كان حسن الأخلاق، كان معروفاً بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد ذكر في البخاري وفي مسلم وفي مسند أحمد عدد من الآثار التي تؤيد أن جبريل عليه السلام كان ينزل في صورة دحية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأتيني جبرائيل في صورة دحية الكلبي، وكان دحية رجلا جميلا. هذا الوصف من النبي صلى الله عليه وسلم للهيئة لسيدنا دحية ابن خليفة الكلبي. حتى أن هناك رواية ترتبط بسيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه ذهب وهو طفل مع والده العباس إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستأذن ثلاثا إلا أنه لم يأذن له. ولما انصرف العباس غاضبا، العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، كيف لا يرد عليه؟ فنبهه ابنه عبد الله إلى أنه كان مشغولا مع شخص، ومن هذا الشخص؟ قال له: دحية الكلبي. فعاد العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله هذا السؤال وهذا المضمون، قال: هذا الفتى يقول إنك كنت تجلس مع دحية. فسر النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبد الله بن عباس رأى سيدنا جبريل وقال: هذا جبريل يأتيني في صورة دحية. وقالت أم سلمة: رأيت رجلا يحدث النبي صلى الله عليه وسلم، فسألته: من هذا؟ قال: ذلك جبرائيل أتاني في صورة دحية الكلبي. وكذلك أم المؤمنين عائشة أرادت أن تدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت معه رجلا وهي تعرفه، فتوقفت ولم تدخل. فلما انصرف هذا الرجل ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له: لقد كنت أنوي الدخول إليك فرأيت معك دحية. فقال لها: إنه ليس دحية، إنه جبريل جاء يقرئك السلام. فقالت عائشة: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. كان الصحابي دحية حسن المنظر والصورة،
بعثه النبي في السنة السادسة من الهجرة إلى هرقل قيصر الروم رسولاً لأنه كان يجيد اللغات. هل كان هناك دور كبير لصحابي دحية في أن يكون سفير للإسلام؟ هل كان لديه القدرات والمؤهلات الكبيرة واللغات أيضاً لأن يكون بهذا الدور الكبير؟ كان الصحابي رضي الله عنه دحية الكلبي متقناً للغة الروم، لذلك أرسله النبي صلى الله عليه وسلم كسفير إلى قيصر. ثانياً أنه يتمتع بثقافة عالية. ثالثاً أن الإيمان قد تمكن في قلبه فيقدر أن يخرج روائع الإيمان إلى غيره، ويقدر أن يسوق وسطية الإسلام ويبين عظمة الحضارة الإسلامية إلى غيره، حتى يستطيع أن يخاطبهم بلغتهم ويفهم لغتهم. لذلك كان دوره كبير في الرواية التي تقول إن قيصر أسلم على يديه، ولكنه لم يعلن هذا بسبب البطاركة الذين رفضوا هذا. قدرته على إقناع قادة وزعماء العالم وأيضاً مخاطبة هؤلاء القادة منهم هرقل وغيره على الدخول إلى الإسلام وحمل رسالة النبي لهم. دحية أرسل إلى هرقل ملك الروم، فكان نعم الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان نعم الإتقان من دحية حينما سلم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل. أسلم قيصر الروم، ولما جاء دحية وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، دعا النبي صلى الله عليه وسلم له وقال ثبت الله ملكه. وكانت النتيجة أن هرقلا أكرم دحية الكلبي رضي الله عنه وأرضاه، وأعطاه الهدايا وأرسل بهدايا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يغب دحية عن مشهد من المشاهد النبوية بعد غزوة بدر، وكان له حضور مميز في بعض المغازي. الصحابي دحية الكلبي حضر جميع المشاهد وحضر العديد من الغزوات، لكنه تخلف عن واحدة. هل كان له الدور الجهادي والشجاعة الكبيرة والفروسية؟ نعم، هو تخلف عن غزوة واحدة وهي غزوة بدر، لكنه حضر مع الرسول صلى الله عليه وسلم باقي الغزوات والسرايا، حتى يقال إنه أرسله في وحده في سرية. اشتهر عن الصحابي دحية بالجود والإنفاق في سبيل الله والكرم. دحية كان مشهوراً بالكرم والإنفاق الشديد، تأسياً بما ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكثيراً ما تحدث الصحابة وروايات التاريخ عن كرمه. وكان دحية رضي الله عنه وأرضاه جواداً، منفاقاً، معطاءاً، فكان يهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكثير من الهدايا، فلقد أهدى رسول الله صلى الله عليه وسلم خفين لبسهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على عظم تجارته وروايات الكرم والإنفاق والهدايا التي كان يقدمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، وكان يعتز بأنه ينفذ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإنفاق. بعد مشاركة الصحابي دحية في معركة اليرموك، عاش حتى فترة الخلافة الراشدة ببلاد الشام، وتوفي في العام 50 من الهجرة في عهد معاوية، ليرحل من اجتمع فيه حسن الصورة وحسن الفعل.